أمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله نقف وقفات يسيرة مع آيات من كتاب الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية من سورة النور، يخبر الله تعالى بأنه أنزل على عباده آيات مبينات، وهي هذا القرآن الكريم، فهو بين وآياته مبينة لما فيه خير الدنيا والآخرة. فالقرآن الكريم بين فلاح أتباع الإسلام في الدنيا والآخرة، بين جميع أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية وأحوال الأسرة وأحوال تربية الأبناء وأحوال السلم وأحوال الحرب. هذا القرآن بين تام، حتى أحكام التجارة وأحكام البيع والشراء والدين وأحكام الزروع إلى غير ذلك من أمور الحياة والمعاش بينها الله سبحانه وتعالى. لقد أنزلنا آيات مبينات واضحات، فيها الخير. هذا الدين فيه الخير، وفيه الرشد، وفيه السعادة، وفيه النماء، وفيه الحياة الكريمة. أي أمر، لأن الناس اليوم خدعوا بدعاوى، بالدعاوى العلمانية ودعاوى الإفرنجية والدعاوى الغربية. وهذه الدعاوى للأسف كثير من أبناء المسلمين اليوم زهدوا عن الدين وزهدوا عن الإسلام. لكن نقول لهم إنه أول حاجة الإسلام ده أول حاجة تنزيل من رب العالمين الخالق، كما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو العالم سبحانه وتعالى، وهو اللطيف في أحكامه، أحكام الله فيها لطفه بعباده. الخبير، خبير بالأمور. من أخبر من الله؟ من من المفكرين، ومين من الغربيين، ومين من هؤلاء الناس الذين اغتر بهم المسلمون اليوم؟ من أخبر ومن أعلم ومن ألطف حكما من الله؟ ومن أحسن من الله حكما كما قال لقوم يوقنون؟ فالإسلام فيه الحكم الحسن، الحكم التام، الحكم الراشد، الحكم الصالح لكل زمان ومكان، مبينا الأمور التي فيها السعادة في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك والمعيشة السيئة في هذه الدنيا وفي الآخرة من البعد عن دين الله والبعد عن ذكر الله والبعد عن تطبيق الإسلام. الناس لما تتكلم عن الدين وتتكلم عن محاسن هذا الدين وفضائل هذا الدين وتمام هذا الدين المنزل من رب العالمين، تتكلم فيه دينا يطبق، دينا حقيقيا شاملا لعقيدة الناس وأخلاقهم وسلوكهم، ما هو شعارات. وده للأسف يسبب كثير من الآن الليلة الدين، لأنه بيحملوا راية الدين ناس رفعوا الدين كشعارات، لم يطبقوا الدين ولم يلتزموا بحقيقة الإسلام. الليلة ضيع الإسلام الناس اللي بيتكلموا باسم الإسلام، إما صوفية همهم الناس تعبد الشيوخ وتزلل للقبور وتسف الأتربة، ده الدين ما بيقبلوا العقل. أو أحزاب سياسية تدعي الإسلام زورا، اسم ساي ليتسلقوا به إلى المناصب وإلى الكراسي. شان كده الدين بقى مشوه للناس، لأنه الناس اللي تكلموا به إما ناس اللي يعبدوك لنفسهم
زي الصوفية ولشيوخهم، وإما ناس دايرين يصلوا بالدين لمآرب ولكراسي. لكن الدين الإسلام الذي نزل به جبريل من رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحل، وفيه السعادة، وفيه الخير في الدنيا والآخرة. أي أمر أنت في راسك من أمور الدنيا موجود في القرآن الكريم، وموجود في الدين، ومبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تعالى في الآية التي بعدها: ويقولون آمنا بالله وبالرسول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الذي يقول أنه مسلم، لأنه كثير من الناس نحن يقول لك والله مسلمين، والجماعة ذي المسلمين، والجماعة ذي اللي بيصلوا. هل الإسلام بس صلاة وادعاء؟ الإسلام تطبيق، الإسلام توحيد أول حاجة. هل زول بيقول أنا مسلم وأنا بصلي ووا وبيدعو غير الله، هل ده مسلم؟ زول يصرف العبادة لغير الله؟ هل في زول مسلم وبيطعن في الإسلام؟ زول يقول أنا مسلم ونحن كلنا مسلمين ويعارض آيات، زي واحد الآن قبل أيام يقول ربنا يقول في القرآن الكريم إنه شهادة المرأة في الدين وفي غيرها من الأحكام نصف شهادة الرجل، يقول هذا رأي. زول الناس كلها بتعرفه، هل ده مسلم يا ناس؟ زول بيعارض آية في القرآن، زول يتكلم عن الحجاب الذي نزل في آيتين من القرآن الكريم في سورة النور وفي سورة الأحزاب، يقول عنه ده عبارة عن سجل للمرأة، هل ده إسلام؟ هل تقول إنه الإسلام فيه أشياء فيها ظلم وفيه أشياء تجاوز الزمن، هل ده مسلم؟ والله ده ما مسلم، لأنه ربنا تسمّى ده هذا من صفات المنافقين: وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله والرسول ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. إذا فريق منهم معرضون، إذا صحيح الآن الناس تريد الإسلام ومسلمين، إذا قلنا لهم يا جماعة نحن دايرين الحاكمية لله ودايرين الشريعة تبقى هي الحكم والشريعة هي الأساس، المسلم موقفه شنو؟ المسلم والله موقفه يستجيب. نحن نجيب ذاته ونستجيب للإقامة، وجزاكم الله خير، ونواصل بعد العشاء.